عزيز عزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نوجد معكم رفيسه على طريقتنا، الطريقه ديال البلاد. عندي هنا شويه ديال العدس من بعد ما رقدتو ساعات تقريبا، وعندي هنا الحمص رقدتو الليله كامله، وشويه ديال الحلبه حتى هي رقدتها الليله كامله. وعندي هنايا جوج بصلات، وشويه ديال القزبر ومعدنوس، وشويه ديال الثوم، شوية ديال زيت العود، والعطريه والملح. والعطريه عندي هنا شويه ديال العطريه ديال الدجاج، وشويه ديال سكين الجبير، شويه ديال الكمون، شويه ديال الحرقوم ديال العبار، وشويه ديال الابزار. العطريه اللي المهم اللي ممكن تنديروها دائما، زدت غير شويه ديال العطريه ديال الدجاج وصافي. بسم الله، غنبدا معكم بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. عندي هنايا البصله غنقرضها هي الاولى، والقزبر ومعدنوس، وشويه ديال الثومه اللي عندي هنايا، والدجاج غنديرهم يتشحروا مع العطريه. كتشوفوا الدجاج غسلته ونقيته وخليته حتى سقطر، كنديروا الدجاج على حساب الكميه اللي غنوجدوها ديال الرفيسه. كل ما كثرنا في الدجاج نكثروا في سميتو في الحمص وفي العدس وفي فالحلبه حتى هي. اللي ما كيبغيش ريحه الحلبه يدير غير شويه، ما كثرش منها. المهم انا ما كثرش منها، درت غير شويه. هي ملي تتسلق تزاد مع الطياب كتزاد الحجم ديالها. ومن الاحسن نسلقوها مزيان، نرقدوها في شويه ديال الماء، ومن بعد نسلقوها في الماء، عاد نديروها في الطياب باش تحيد منها نيت الرائحه، ديك الرائحه اللي كتكون فيها، ويحيد منها ديك سميتو المر، كتكون مره المروريه اللي فيها كتكون حاره شويه باش ما تجيش الماكله ديالنا مره. من الاحسن نسلقوها كيف قلت لكم. غنشلط البصيلات اللي عندي مزيان، نضيفهم على الدجاج، ونضيف كل شيء خطره. وهذا نضيف العدس والحمص والحلبه والقزبر والمعدنوس والثومه والعطريه والزيت وكل شيء اللي عنده شويه السمن يضيفو. انا ما عنديش وما ضفتوش، وندير كلشي تشحر خطره واحده ونخليه حتى تشحر مزيان. عاد نضيف عليه نص كاس تقريبا باش ما يتحرقش لينا، ونخليه يتشحر مزيان، ما نضيفوش عليه الماء حتى يتشحر مزيان ويتشحر كلشي مزيان، تطلق البصله الماء ويطلق الدجاج الماء ديالو. نخليه حتى يتشحر مزيان، عاد نضيفو عليه الماء الكافي باش يطيب فيه الحمص راه كيبغي الطياب، كيبغي الوقت وكيبغي الماء. خصنا نضيفو ليه الماء باش يطيب فيه، طيب له نص الكامل. دابا غنضيف ليها نص ديال الماء تقريبا وكثر، ولكن حتى تشحر لينا الدجاج باش ما تجيش المرقة ديالنا باش تجي بنينة وتجي خاطرة وتجي مزيانة. وهنا ضفت الثومة، من الأحسن نحكوها كيف كتشوفو، ونخليو فص هكاك صحيح، ونضيفو كلشي. وحتى القزبر حتى هو نقطعو غير ما نقطعوش ما نقرضوش مزيان، كاين اللي كيضيفوه هكاك بلا ما يقرضو، ولا نقطعو غير قطع كبار هكاك ونديروه يطيب. واش كيفاش كيوجد الرفيسه بطريقته؟ كتختلف الطريقه ديال التحضير ديال الرفيسه من البلاد للبلاد، من المنطقه للمنطقه. المهم احنا تنديروها الطريقه هذيك كيف كتشوفوا. وكاين اللي كيضيف العشوب بحال المساخل، بحال راس الحانوت، وبحال العواد ديال القرفه، وصافي. هنا جمعت كلشي المسائل اللي غندير في الرفيسه، وغنديرها في القبطه تشحر لينا مزيان، وغنضيف عليها الماء كيف قلت لكم. هذه الطريقه هذه اسهل ما يكون، وما كاينش ما سهل من الاطباق التقليديه ديالنا، وما كاينش ما احسن منهم في هذا البرد، خصوصا الرفيسه الا زدنا عليها شويه المنسمات بحال هكايا. نضيفو غير العطريه اللي معتادين تنديروها تقريبا، ما نضيفوش شي حاجه اللي غضرنا ولا شي حاجه اللي ما معتادينش عليها. ونولفو وليداتنا ياكلوا بحال هاد الاطباق هادو، ونولفوهم ياكلوا بحال هاد الاشكال ديال الاطباق، اطباق تقليديين. ما كاين ما احسن منهم وما كاين ما صح منهم كيف كتشوفوا. الا خلطنا هاد العناصر كلهم مع بعض راه كيعطيونا واحد الطبق متكامل، طبق كامل فيه جميع المواد الغذائيه مكمول وزوين، طبق
فعلا الطبق مغذي وصحي كيف كتشوفوا، خلطنا فيه جميع المكونات تقريبا اللي صحيه. وهذا الجيل ديال دابا ما تيبغيش ياكل الرفيسه، ما مولفوش على الطبق ديال الرفيسه، ما كيحملوش. ومن الاحسن نولفوا وليداتنا ياكلوها، نطيبوها مره مره باش يعتادوا عليها وياكلوها، حيت فعلا الرفيسه هذه طبق صحي ومغذي. ومن الاحسن نديروه دائما كطبق اسبوعي مثلا، ولا على الاقل مره في الشهر نطيبوه، وهكا يعتادوا عليه وليداتنا وغادي ياكلوه، يبقاو ياكلوه لينا ان شاء الله. طيب مزيان دزت باش نوجد المسمن. المسمن ما صبغتش لكم الطريقه ديال التحضير ديالو باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف ويجي طويل اكثر من اللازم. المهم صافي، المسمن راه وجدته وفرتته في الطبسيل، وفرشت الطبقه الاولى ديال المسمن في الطبسيل بعد ما فرتته كيف كتشوفوا. دابا غنبقى لي غير نسكيه بمرقه ديال الدجاج، غنسكي هاد الفرتيته الاولى ومن بعد نفرش فوق منها التفرتيته الاخرى، عاد نسقي عاوتاني منه حتى نعمر الطبسيل كامل، ونحط الدجاج فوق منه ونزين بشويه ديال البيض المسلوق. ومن الاحسن نسقيو الطبق ديالنا مزيان، نسقيوه بالمرقه باش ما يجيش ما يجيش ناشف ويجي معلف وزوين. ومن الاحسن نكثر شويه المرقه في القنيله ديالنا باش ملي نبغيو نسقيو نلقاو المرقه كافيه باش نسقيو بها الطبق ديالنا، ونزوقوه بشويه ديال البيض وصافي. ونحطو قطع ديال الدجاج اللي شاطو لينا من الفوق ونزوقوه بالبيض كيف قلت لكم. وكاين اللي كيزوق الطبق الرفيسه ديالو بالفواكه الجافه مثلا، واحد باش تيزوق وكيف قلت لكم كومنداقه وطريقتها الخاصه. هذه هي الطريقه ديالنا، الطريقه السوسيه، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله وتجربوها، راه كتجي الرفيسه بهذه الطريقة هذه بنينة وزوينة. وكيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها، وكيفاش كنوجدوها في المناسبات، وكيفاش كنوجدوها للمرأة النافسة وفي الأيام العادية. هذا هو الشكل النهائي، كنتمنى يعجبكم إن شاء الله. اللهم أدمها النعمة وحفظها من الزوال. وكنقول لكم خواتاتي الكرام، السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.